يروح للطبيب الجراح يقول له ردني كلب، هكذا ردني كلب، يردوا يدلوا شفة تاع كلب، نيف تاع كلب، وذنين تاع كلب، ويولي ينبح يمشي في الطريق حتى أنه يشوف إنسان يقول له دلي حبل، هكذا طبيبة بريطانية يدير لها حبل وتمشي على أربعة، كل كلب كل كلب يعني. سائلة تقول أسناني غير منسجمة، منها الكبيرة جدا ومنها الصغيرة، أردت إجراء عملية جراحية لتصغير الأسنان الكبيرة ولجعلها منسجمة، ولما سألت قيل لي هذا حرام، وأريد أن أعرف الحق في المسألة يا سيدي. أولا أنت من سألتي؟ ثم إذا تحوت تسألوا أي إنسان هكذا في الشوارع ولا في القهاوي، كما دارت واحد القناة يعني شتارحة للزنقة، راجل جاهل قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته بيضة، هذه كذبة، قال لهم أجمع العلماء بلا خلاف بلي المولد النبوي حرام، هذه كذبة، هاو يكذب، وزاد كذب كذبة أخرى، قال لهم بلي الشيخ شمس الدين الجزائري سقساته مرة قالت له نمت النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أعطيني الأوصاف، لما أعطت له الأوصاف قال ها هذا مارادونا، هذه كذبة، كذب على رسول الله، كذب على الله، وكذب علي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا تروح تسأل في الشارع، أنا ما قلت لا مارادونا ولا دروغبا، وراني نشوف بعض الناس يقول لك لا الشيخ أنت ما قلتش مارادونا قلت دروغبا، ويقول لك أنا شفتها بعيني، هكذا يقول لك شفت الحلقة بعيني، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الإنسان اللي راه يكذب ويقول شفت الحلقة بعيني، والله أنا أخشى أن تنطفئ عينه، أخشى عليك أن تنطفئ عينك لأنك تكذب، يقول لهم شفتها بعيني وسمعتها بأذني، وأنا لم أقولها ولا قلتها ولا وقعت ولا سجلت حلقة ولا جاءني هذا السؤال، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا لما إنسان يريد أن يسأل، اسأل فقيها، اسأل عالما، اسأل إمام المسجد، إمام مسجدكم، الإمام تاع المسجد الحمد لله الدولة ما تخليش يولي إمام إلا إذا ختم القرآن وتكون في المعهد، ويبقى كاين دورات يديروها، دورات كل ما تكون مناسبة يعيطوا لهم يتكونوا يقعد يتكون وهكذا، هذا اسأله، أما تسأل هكذا في الشوارع هذه فتوى باطلة، لأن علماءنا عليهم الرضا والرضوان يقولون إعادة العضو إلى أصله يجوز، إعادة العضو إلى أصله، واحد زاد كما كتقول انت سنانك مشوهين، كاين اللي كبار بزاف وكاين اللي صغار، ملا طبيب الاسنان قال لك جيبي نسقموهم يعني نردوهم منسجمين، يسقمهم يبردهم او يصلحهم يجوز، اعاده العضو الى اصله يجوز، واحد زاد نيفو في خده تشوه يديروا له عمليه يردوه له لمكانه يجوز، واحد زاد بالأرنبة هم بزاف يزيدوا الشفة تاعو مشقوقة، ما لا نروحوا للطبيب باش يردلوا الشفة على أصلها، هذا يجوز، الذي لا يجوز هو تغيير خلق الله، كما يديروا الآن في بريطانيا إنسان لا بأس بها، صيبوا طبيب صيبوا مهندس لا بأس به، حتى مادي لا بأس به، يروح للطبيب الجراح يقول له ردني كلب، هكذا ردني كلب، يردوا يدلوا شفة تاع كلب، نيف تاع كلب، وذنين تاع كلب، ويولي ينبح يمشي في الطريق حتى أنه يشوف إنسان يقول له دلي حبل، هكذا طبيبة بريطانية يدير لها حبل وتمشي على أربعة، كل كلب كل كلب يعني. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، ما عندوش نور، هذا تغيير خلق الله، تغيير خلق الله، رجل يروح يدير عملية باش يولي امرأة، امرأة خلقها ربي امرأة، لأن المرأة ماهيش بالظاهر فقط، عندها رحم، عندها مبيض،
عندها غدد حليبية لغدوة دير الحليب للطفل نتاعها، ورغم ذلك تروح تشرب هرمونات وتتغير تولي رجل حسبنا الله. هي في الحقيقة رجل ما يوليش امرأة، والمرأة ما توليش رجل، وإنما هكذا يعتقدون وهكذا يظنون. إذا يا أختي يجوز لك ولا شيء عليك، وهذه الفتوى اللي سمعتها فتوى باطلة غير صحيحة.